عملنا مع بعض قبل كده المحشي، وعملنا مع بعض اكتر من مرة، عملنا محشي يعني محشي كرنب ومحشي كوسة. النهاردة بقى انا جاي اعرفك ازاي تعملي محشي الكرنب، تسلقيه بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان تقطعيه وتنجزي في الوقت بتاعك. في الاول كده معانا حلة فيها مية سخنة على النار، فيها معلقة من الملح ومعلقة من الكمون علشان تضيعلي اي ريحة تكون طالعة من سلق الكرنب بتاعنا. المية بتاعتنا هتغلي، هنكون مختارين كرنباية تكون حجم وسط، وبعد كده هبدأ ان احنا نقطعها ونشيل الراس بتاعتها. شلنا اي عنق خضرة موجودة على الكرنباية من برة، وهنبدأ ان احنا نلف بالسكينة كده على شكل دايرة حوالين الراس بتاع الكرنباية بتاعتنا لحد ما نطلع الراس بتاعتها منها خالص. وبعد كده ننضف الكرنباية خالص بتاعتنا، وبعد كده نبدأ نجهزها للسلق. زي ما انتم شايفين كده الكرنباية بتاعتي، ده اللي انا كنت محتاجة منها، ان انا شلت الراس بتاعتها، وهبدأ اشيل كمان الحتة كمان اللي متعلقة جوه دي، حاجة بسيطة خالص باقية من الراس، هبدأ ان انا اطلعها منها بالسكينة زي ما انتم شايفين كده معايا علشان تسهل لي طلوع الورق من الحلة وانا بسلقها. هبدأ انزل الكرنباية بتاعتي في حلة المية السخنة زي ما قلت لكم، هنزلها في الاول بالجنب كده لحد ما تبدا بس ان هي يعني من سخونيه الميه هتنزل كلها معايا زي ما انتم شايفين كده في قلب الحله. هسيبها حوالي 5 دقايق، وبعد كده ابدا اشد الورق بتاعي زي ما انتم شايفين كده بسهوله، هيطلع معايا واحده بواحده بكل سهوله خالص. هبدا ان انا كل ورقه اسيبها حوالي 2 دقيقة واقوم شايلاها تطلع معايا بكل سهوله. بعد ما الورق بتاعي برد وغسلته تحت مية فاترة مش باردة علشان ما يجلدش معايا، هبدأ اتني الورقة نصين واشيل العنق بتاعها، وبعد كده الفها رول زي ما انتم شايفين كده، واقطعها بحجم متساوي على حسب احتياجكم في لف المحشي زي ما انتم شايفين كده معايا. عايزة اقول لكم الطريقة دي منجزة وسهلة، وبتطلع صوابع المحشي كلها يعني بنفس المقاس، مش هتتعبوا في عملية